السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع حضراتكم دكتور عبد الحافظ الأون. إن شاء الله يا جماعة النهاردة هنشرح مع بعض جزء مهم جدا، وهو جزء الـ Non-Aqueous Titration. طيب الجزء ده أنا هشرحه بصفة عامة، تمام، ولكن هقول لك على المهم اللي فيه اللي يهمكم يا جماعة، وده اللي بيجي في الامتحان. طيب يلا نبدأ كده على بركة الله، ناخد الـ Non-Aqueous Titration. طيب يعني ايه نون اكواس تايتريشن؟ زمان كل شغلنا في المعايره كان في ميه، يعني في اكواس سوليوشن. اكواس سوليوشن يعني محلول مائي. طيب لما بدات الناس تعمل معايره، وجدوا ان في بعض المركبات مش عارفين يعملوا لها معايره في وسط مائي، يعني مش عارفين يشتغلوا في الميه، تمام. فبدأوا ان هم يفكروا في مذيب تاني غير المية. طيب لو استخدموا مذيب تاني غير المية، بدأوا يسموا المعايرة دي ايه؟ نون اكواس تايتريشن. يبقى الاكواس تايتريشن هي المعايرة في الوسط المائي، يعني المواد بتاعتي دايبة في مية، لكن النون اكواس تايتريشن هي معايرة في وسط غير الماء، وبتكون المركبات بتاعتي دايبة في مذيب غير الماء. يبقى هي دي الفكره يا جماعه. يبقى انت لازم تكون عارف ان المعايرات العامه واللي انت بتاخدها بصفه عامه والمتكرره على طول، تمام، دي كانت في اكواس تايتريشن او اكواس ميديا، لكن الجديد واللي احنا هنشرحه دلوقتي هي معايرات فين؟ في نون اكواس تايتريشن. طيب ايه اللي يخليني اسيب الاكواس واروح للنون اكواس؟ اهو ريزون فور نون اكواس تايتريشن. ايه الاسباب اللي تدفعني او تخليني استخدم النون اكواس تايتريشن؟ رقم واحد، ميني اورجانيك اسيد، العديد من الاحماض العضويه اور بيزس والقواعد العضويه ار انسولوبل ان ووتر، ما بتدوبش في الميه. طب لو الماده ما بتدوبش في الميه، انا كده هعرف اعايرها في الميه؟ لا، مش هعرف اعايرها في الميه، وبناء عليها اروح اعايرها فين؟ في وسط تاني غير الميه، او في مذيب تاني غير الميه. يبقى اول سبب المركبات اللي ما بتدوبش في الميه مش هعرف اعينها في الميه، فانا بناء عليه هسيب الميه واروح لحاجه ثانيه. يبقى ده السبب الاولاني. السبب الثاني، acids and bases with Ka and Kb. طبعا الكي ايه ده اللي هو سبب التفكك الحمض، والكي بي اللي هو سبب التفكك الايه؟ القاع. ليه زان 10 اس 7 cannot be quantitatively titrated in water؟ يعني الاحماض اللي ثابت التفكك او التاين بتاعها اقل من 10 اس 7، والقواعد اللي ثابت التفكك او التاين بتاعها اقل من 10^7، الحاجات دي بتبقى حاجات ضعيفه جدا، تمام، مش هعرف اللي انا عايرها فين؟ في الميه. طيب وبناء عليه هروح اشوف لها مذيب تاني غير الميه. طب ليه؟ ما هو اصلي احيانا كتير جدا لما باخد الحاجات الضعيفه قوي دي، مين الحاجات الضعيفه؟ اللي هي ثابت التاين بتاعها اقل من 10^7، لما اخدها ادوبها في مذيب تاني غير الميه، ابدا الاقي ان قوتها بتزداد. بعد ما كانت ضعيفه جدا في الميه، الاقيها في المذيبات التانيه اللي هي غير الميه قوتها تزيد. يعني انت عايز تقول لي ان السولفنت بيلعب دور في قوه الحمض والقاعده؟ طبعا بيلعب دور في قوه الحمض والقاعده. يعني انت عايز تقول لي ان ممكن الاقي مثلا حمض لو دوبته في الميه يبقى ضعيف، ولو خدت نفس الحمض ده رحت دوبته في مذيب تاني غير الميه الاقي الحمض ده بقى قوي؟ ايوه بالظبط كده. يبقى في مركبات او في احماض مثلا او قواعد تبقى ضعيفه في الميه، ولو خدتها دوبتها في مذيب تاني غير الميه ابص الاقيها بقى قويه. وصلت يا جماعه؟ هي دي القصه. مهم جدا الكلام ده. يبقى انا كده عندي سببين، لازم دول مهمين، يعني السببين ده هم من الحاجات اللي بتيجي في الامتحانات لازم تكون عارفها. اهو دي اول حاجه بالنسبه لي، هو مهمه تبقى انت عارف. السببين دول مهمين. يبقى انت هنا يا جماعه، امتى تسيب الاكواس؟ امتى اسيب الاكواس واروح للنان اكواس؟ لو الماده اللي معايا ما بتدوبش في الميه. اتنين، لو المواد اللي معايا احماض ضعيفه جدا او قواعد ضعيفه جدا. طيب الاحماض الضعيفه والقواعد الضعيفه اللي هي ثابت تأيونها اقل من 10^7. طيب ركز بقى معايا واحده واحده كده. الحاجات الضعيفه دي قوي لما تبقى تأيونها اقل من 10^7
ده كده بقت قريبة قوي من المية، يعني المية ممكن تنافس معاها في التفاعل. طيب ازاي يعني؟ يعني تعالى مثلا معايا واحدة واحدة اهو. ووتر كومبيت يعني ينافس with the base in proton acceptance، في اكتساب البروتون. يعني انت لو عندك قاعدة ضعيفة جدا تمام، ومدوبها في مية، طيب القاعدة الضعيفة جدا دي ده تقريبا كده تأينها، او اسف قدرتها في التفاعل كبيز بقت قريبة من المية. يعني المية هي كمان هتتفاعل زيها زي مين؟ زي المادة اللي دايبة فيها اهو. بص كده، ادي مثلا ال H2O اهو تمام، اخد H موجب تحول ل H3O موجب. نفس القصة البيز اللي انت حاططها في المية هي كمان تاخد H وتحول ل RNA H3 موجب. مش عايزك تحفظ المعادلات دي ولا حاجة، ولكن عايز اقول لك المختصر المفيد، ان المركبات اللي بتكون قواعد ضعيفة جدا ومدوبها في مية، المية بتنافسها لانهم يعتبروا قوتهم قريبة من بعض. طب ونفس القصة لو انا عندي حمض ضعيف جدا اهو تمام، ووتر كومبت لا دي انا اسف يا جماعة، دي اسد كلمة دي هنا كده، ووتر كومبت وز اسد، هنصلح دي خليها اسد تمام. ان بروتون دونيشن في اعطاء البروتون ماشي. طيب يعني انت لو عندك من الاخر كده حمض ضعيف جدا ومدوبه في مية، المية هتنافس الحمض ده في التفاعل هي كمان، لان المية عندها القدرة انها تدفع الحمض ماشي. طيب انا ما يهمنيش المعادلات دي ما تحفظهاش ولا اي حاجه، انا يهمني بس السببين اللي انا كاتبهم دول يا جماعه، هم دول اللي يهموني ماشي. طيب جميل، ايه الرسمه دي؟ الرسمه دي هنا جايب لك معايره احمام، شفت كل دول الاولاني ده حمض، اللي بعده اللي بعده اللي بعده شفت هنا، وجايب لك اختلاف قيمه الكي ايه. لو ركزتوا معايا ها، قيمه الكي ايه كل مدى بتقل، هنا كانت 10 سنه 2 بقت 10 سنه 4 10 سنه 6 10 سنه 8 10 سنه 10. شوف كلما تقل قيمه الكي اي بتلاقي ان الانفليكشن بارت او الجزء الراسي في الكيرف اللي هو الجزء ده اهو عمال بايه؟ بيصغر. ده اللي انا عايزك تعرفه. يبقى العلاقه ما بين قيمه الكي اي بتاعت الحمض والانفليكشن بارت او اللي احنا بنسموه الفيرتيكال بارت هو الجزء الراسي في الكيرف، بتبقى علاقه ايه؟ طرديه. كلما تقل قيمه الكي اي كلما تقل الايه؟ الانفليكشن بارت بتاعك. مش عايزك تعرف اكتر من كده ماشي يا جماعه. طيب حلو جدا بالنسبه للرسمه دي. اللي بعده ادفانتج اوف نون اكواس تايتريشن، ايه مميزات النون اكواس تايتريشن، او ممكن تقول دي الاسباب اللي بتخليك تستخدم النون اكواس تايتريشن. طيب اول حاجه it is used to titrate the organic acids or bases that are insoluble in water. يعني النون اكواس ده الميزه بتاعته اللي انا بستخدمه عشان اعاير الاحماض والقواعد اللي ما كانتش دايبه في الميه. اثنين It's capable of titration very weak acids or bases that cannot be titrated in water. بستخدمه عشان اعاير بيه الاحماض الضعيفه جدا والقواعد الضعيفه جدا اللي ما كانتش ايه؟ عارف اعايرها في الميه. رقم ثلاثه It's used to titrate water sensitive material. بيستخدم لمعايره المواد اللي هي حساسه للميه، يعني ممكن وهي موجوده في الميه يحصل لها مشاكل. فبناء عليه مش هينفع استخدم الميه فبروح للنون اكواس. اربعه It's used for titration of mixture of acid. ممكن استخدمه لمعايره المخاليط من الاحماض. خمسه ممكن استخدمه للاورجانيك اسيدز ويز سترينث كومبيرابل تو ووتر كان بي ريدلي تايتريت ان انا اقص. يعني ايه؟ يعني من الاخر كده الاحماض العضويه اللي هي كومبيرابل تو، يعني ايه كومبيرابل تو ووتر؟ يعني قوتها تقريبا زي قوه الميه، فما مش هينفع ان انا اعايرها في ميه تمام، لانك لو حطيتها في ميه وجيت تشتغل الميه هتتفاعل زيها زي الاورجانيك اسيد دي بالظبط تمام. المهم يعني الاورجانيك اسيد اللي هي القوه بتاعتها كومبيرابل تو ووتر، يعني شبيهه بالميه، دي مش هينفع تعايرها في الميه فهتروح تعايرها ايه؟ نون اكوس. اللي بعد كده ات كان بي بروفايد رابيد اند بريسايز ريزلت وذ انترنال انديكيتور، يعني ممكن بتديني رابيد وبريسايز، بريسايز يعني دقيق، نتائج دقيقه تمام، وذ انترنال انديكيتور مع حاجه اسمها انترنال انديكيتور. طيب ذيس از فيري سيجنيفيكانت ان فارماكوبيا الاي اس سي. فارماكوبيا الاي اس سي عايز اقول لك الفارماكوبيا بتاعه الادويه شو معتمده جدا على حاجات كتير جدا في النون اكواس تايتريشن، يعني النون اكواس تايتريشن موجوده في الفارماكوبيا بنسبه كبيره. 8 النون اكواس تايتريشن ار بريفيرد فور انالايزنج البيولوجيكال ماتيريال، مهمه جدا لمعالجه البيولوجيكال ماتيريال. طب هل انا احفظ الثمانيه دول؟ يعني هم مش مهمين قوي بصراحه، يعني عشان بس يكون الامر واضح، عشان اقول لك المهم واللي هو مش مهم. طب عندك وقت احفظهم، ممكن يجي عليهم نقطه صح وغلط ولا حاجه، او نقطه اختياري مثلا. طيب الديس ادفانتج اوف نون اكواس تايتريشن، ايه بقى عيوب النون اكواس؟ ايه الحاجات اللي موجوده في النون اكواس بتخليني احيانا اتجنب استخدام النون اكواس؟
اول حاجه السولفنت بتاعت النون اكواس ار ليس ستيبل ذان الاكواس سولفنت، اقل ثباتا عن الاكواس سولفنت. 2 ذا سولفنت از مور اكسبنسيف، السولفنت بتاعت النون اكواس غاليه عن الاكواس تايتريشن. كومبيرد ويز اكواس سولفنت ا فولاتايل سولفنت كان بوليوت ذا انفايرمنت، يعني من الاخر كده السولفنت بتاعت النون اكواس بتبقى فولاتايل فبتعمل تلوث للبيئه. النون اكواس سولفنت شود بي كاليبريتد افتر اتش يوز ان النون اكواس، يعني ايه مشكلتهم اللي لازم تعمل لهم كاليبريشن، تمام؟ قبل ما تستخدم السولفنت بتاع النون اكواس لازم تعمل له كاليبريشن. طيب سينس ذيس از ان اوبن سيستم التمبريتشر اند مويتشر كان افكت ذا ريزلت سو ذي نيد تو بي مينتين، يعني السيستم اللي انت بتشتغل بيه يعني عمليه المعايره يعني تمام بتبقى عمليه اوبن سيستم يعني مفتوحه ما بتبقاش مغطيه. انا وانا شغال بتبقى الايه المخروطي والبيكر والسحاحه كل ده اوبن سيستم يعني مفتوحين للهواء على طول، وبالتالي درجه الحراره والرطوبه المويتشر يعني الرطوبه بتاثر، فبناء عليه لازم تحاول تحافظ على المركبات دي بقدر المستطاع. 6 it can only work with non aqueous medium so indicator has to be prepared in non aqueous medium. يعني ايه؟ يعني السولفنت بتاعك نون اكواس فبناء عليه لازم الانديكيتور اللي تجيبه يبقى ينفع للايه؟ للنون اكواس، لان في انديكيتور يا جماعه تنفع للنون اكواس بس ما تنفعش للاكواس والعكس. ماشي؟ طيب ده اللي يهمني وبرده نفس القصه الديسادفانتج دي يعني مش اللي هي مهمه قوي لو انت بتذاكر ومزنوق في الجزء ده، لكن طبعا اللي عنده وقت يقدر يحفظ الايه؟ الست عيوب ده كويس جدا. طيب برونستد لوري ثيوري، ايه جاب برونستد لوري ثيوري هنا بقى؟ بصوا يا جماعه النون اكواس تايتريشن معتمد اعتماد رئيسي على البرونستد لوري ثيوري. الحته دي من الحاجات اللي تيجي في الامتحان. بيجي يقول لك ايه؟ النون اكواس تايتريشن بيزد اون يعني قائم على او معتمد على برونستد لوري ثيوري، ده اساسي عشان تبقى عارف بس. طب افكرك نظريه برونستد كانت بتقول ايه؟ ان الاسيد بروتون ايه؟ دونر والبيز بروتون ايه؟ اكسبتور. بفكرك بالنظريه دي. طيب وجايب لك هنا امثله اهو، مش حفظ ولا حاجه الامثله بس بفكرك. الاتش ايه هو ده حمض، بيتقال الاتش موجب زائد ايه سالب، تمام؟ اهو ادى اتش موجب ولا ما اداش؟ ادى، يبقى ده بالنسبه لي ايه؟ اسيد طبقا لبرونستد. طب البي اللي تحت ده اهو اللي هو بيز اخذ اتش اهو، طب ما دام اخذ اتش يا جماعه يعني اكسبتور يبقى بيز طبقا لمين؟ لبرونستد. وطبعا زي ما احنا عارفين الاسيد بيطلع منه كونجوجيت بيز والبيز بيطلع منه كونجوجيت ايه؟ اسيد. طبعا ده طبق نظريه برونستد. برونستد قال لي كده، قال لك الحمض لما يتفكك او يتفاعل يطلع منه كونجوجيت بيز اللي هي الايه السالب ده. ماشي؟ ونفس القصه البيز لما يتفكك او يتفاعل يطلع منه مين؟ ها كونجوجيت اسيد اللي هي الاتش بي موجب زي ما انتم شايفين. طيب خلاص يبقى انا كده فكرتك بنظريه برونستد. اللي بعده ذا سترينث اوف اسيد اور بيز ديبند اون، تعالى بقى النقطه ده هي بالنسبه لي مهمه جدا 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 عشان افهم بس الجزئيه. زمان قبل ما ناخد النون اكواس تايتريشن كنت دايما بتكلم على قوه الاحماض والقواعد على حسب تفككها، فكنا نقول ايه؟ الحمض القوي مثلا هو اللي عنده هو اللي بيتقين تأين كامل او بيتفك تفكك كامل. ماشي؟ طيب والحمض الضعيف ده اللي تأينه ايه؟ جزئي او تفككه جزئي، يعني ما بيتفككش او ما بيتأينش تأين كامل. ونفس الكلام على القاعده القويه والقاعده الضعيفه، القاعده القويه اللي بتتأين تأين كامل، القاعده الضعيفه اللي بيكون التأين بتاعها تأين جزئي. طيب ده كان كلامنا عن قوه الاحماض والقواعد زمان. طيب ما كناش بنجيب سيره السولفنت خالص. طب هل السولفنت ما بيلعبش دور في انه يخلي الماده اللي عندي قويه او ضعيفه؟ لا بيلعب دور ودور رئيسي كمان، وده اللي احنا هنبدا نشوفه دلوقتي. يعني انت عايز تقول لي ايه يا دكتور؟ يعني من الاخر كده انا ممكن يبقى عندك حمض ضعيف وانت مدوبه في ميه، عارف لو خدته دوبته في مذيب تاني غير الميه يعني دوبته في حاجه نان اكواس ممكن تلاقيه بقى قوي. يعني انت عايز تقول لي ان الحاجه ممكن تبقى ضعيفه في الميه وقويه في وسط تاني غير الميه؟ بالظبط كده. والعكس ممكن تلاقي حاجه ايه؟ قويه في الميه وضعيفه في حاجه غير الميه، هي تبقى ماشيه كده. يعني من الاخر كده يا جماعه قوه الاحماض والقواعد بتعتمد على its ability قدرته to give or accept البروتون، ان هو يدي او يكتسب على حسب. اللي بيدي بيبقى الحمض واللي بيكتسب طبعا بيبقى القاعده. يبقى دي رقم واحد وده اللي احنا كنا ماشيين عليه قبل كده اصلا. ماشي؟ المركبات ما الحمض مثلا اللي بتقين تقين كامل ده بنسموه حمض قوي لان ايه؟ ها قدرته على اعطاء البروتون عاليه جدا. لكن الحمض الضعيف ده بيتقين تقين جزئي.
يعني طب ما دام تأيونه جزئي يبقى قدرته على إعطاء البروتون ضعيفة. طيب ونفس الكلام بقى العكس فين؟ في القاعدة، القاعدة القوية تمام هي اللي بيبقى عندها قدرة عالية جدا إن هي تكتسب البروتون ماشي، لكن القاعدة الضعيفة يبقى قدرتها على اكتساب البروتون ضعيفة، وهكذا وأنت ماشي. طيب حلو جدا. اتنين ذا سولفنت انفايرمنت، الوسط بتاع السولفنت اللي هو نوع السولفنت بتاعي، هل السولفنت ده ميه ولا حاجه غير الميه؟ تفرق؟ طبعا تفرق. طب اديني مثال. قال لك تعالى ناخد مثال على التفاعل ما بين اتش ايه، حمض اسمه اتش ايه وقاعده اسمها بي. طب ماشي، تعالى ناخد التفاعل ده مره في الاكوس ميديوم ومره في النون اكوس ميديوم ونشوف ايه اللي هيحصل، ونشوف ازاي السولفنت بيلعب دور. يبقى انا هنا في الحته دي كده رايح اشرح لك ازاي السولفنت بيلعب دور في قوه الحمض والقاعده. ركز معايا واحده واحده. هنا هفعل ايه؟ الاتش ايه والبي بس فين؟ في اقوس ميديوم، في وسط ماء. طيب انت عارف السولفنت بيشتغل ازاي؟ تعالى بقى كده ناخد دور السولفنت في التفاعل. قال لك انت لما بتحط الاتش ايه في الميه تبدا الميه تعمل ايه؟ تاخد البروتون من الاتش ايه، فالاتش ايه يتحول لايه؟ سالب، والميه تتحول لاتش 3 امور اللي احنا بنسموه هيدريتد بروتون او اللي احنا بنسموه ايونون هيدرونيوم. يجي بعد كده ايونون هيدرونيوم ده هو اللي يروح يدي البروتون لمين؟ للقاعده، ويحولها الى اتش بي. يبقى الخلاصه هنا انتوا عارفين يا جماعه اللي حصل ايه؟ ها خلي بالك انا هنا بفعل اتش ايه مع بي بس فين؟ في ميه. الميه بتعمل ايه؟ الميه كانها وسيط كده، كانها وسيط بتعمل ايه؟ تروح للحمض تقول له هات الاتش دي انا اللي هروح اديها للقاعده. شوف الكلام، ها انا هنا بفعل الاتش ايه مع مين؟ مع البي. تقوم الميه تعمل ايه؟ تقول للحمض هات يا حمض الاتش دي، الاتش بتاعتك اللي انت عايز تديها دي انا اللي هروح بنفسي اديها للميه، كانها وسيط كده ماشي، حاجه في النص ما بين الاثنين، هي اللي بتاخد البروتون من هنا وتوديه هنا. طب جميل جدا. عارف لما الميه دي او الوسيط يبقى قوي هيأثر على قوة الحمض وقوة القاعدة. يعني لو الوسيط اللي هي المية عندها قدرة عالية ان هي تشد الاتش منين؟ من الماء، من الحمض، وتروح بالعافية كده تديها للقاعدة، يبقى الوسيط قوي، وبناء عليه يبقى الحمض حمض قوي والقاعدة قاعدة قوية. طب تعالى بقى نفس القصة في النان اقوس، نفس الفكرة اهو. قال لك في النون اكوس ميديا برضه السولفنت، السولفنت انا مثله بالرمز اس اهو، اتفاعل مع الاتش اي خد منه الايه؟ البروتون، بقى اتش اس اي موجب، وده بنسموه سولفيتد بروتون، يعني سولفنت معاه بروتون تمام. رجع بعد كده السولفنت اللي معاه بروتون راح اتفاعل مع البيز عشان يديها البروتون، فالبيز اتحول من بي الى اتش بي موجب. نفس القصه، السولفنت هنا بتاع النون اكوس راح اخد الاتش من الحمض واداها للقعد، يعني اشتغل كوسيط، اشتغل كوسيط، وعلى حسب بقى قدرته، هل هو القوه بتاعته عاليه في ان هو ياخد الاتش من الحمض ويروح يديها بالعافيه للبيز، هل هو فالح في الحته دي وكويس ولا مش فالح. يبقى المثالين دول اللي هو الاكوس، انا مش عايزك تحفظهم ولا حاجه، بس عايزك تكون فاهم ان السولفنت بيلعب دور رئيسي في قوه الحمض والقاعده اللي هم دايبين فيه ماشي. جميل. طب تعالى بقى كده ما تديني كده مثال على حاجه من اقوى السولفنت. تعالى قال لك هنا كومباريزون، يعني مقارنه ما بين الميه والاسيتيك. ركز بقى، الاسيتيك ده اول واحد في النون اقوس، يبقى الاسيتيك ده ايه؟ نون اقوى سولفنت. ها يبقى هنا يبدا يقارن ما بين الميه ماشي و الايه؟ والاسيتيك. الميه ومين يا جماعه؟ والاسيتيك. طب جميل جدا. الاسيتيك ده مثال على مين؟ على نون اكواس ايه؟ نون اكواس سولفنت. جميل. بس في المناسبه عايز اقول لك حاجه، حمض الاسيتيك احيانا بيرمزوا له بالرمز اتش او اي سي، يبقى ده كده رمز ثاني لحمض الايه؟ الاسيتيك. اهو. يبقى الاسيتيك سي اتش 3 سي او او اتش، او بيرمزوا له بالرمز اتش او اي سي. طيب الاسيتيك اسيد ده مثال على نون اكواس ايه؟ سولفنت. طيب جميل الكلام ده، تعالى بقى مع بعض واحدة واحدة كده عشان الأمور ما تتوهش مننا.
بص كده، اول معلومه مهمه جدا المعلومه دي، قال لك الجليشيال اتش او اي سي، يعني ايه جليشيال اسيتيك اسيد؟ الجليشيال اسيتيك اسيد يا جماعه معناها اسيتيك اسيد النقاوه بتاعته عاليه جدا، ده معنى جليشيال اسيتيك اسيد، وتركيزه عالي جدا. طيب is a much more acidic than the water. حمض الاسيتيك ده الصفه الحمضيه بتاعته اعلى من الميه. طب ما هو ما دام الصفه الحمضيه بتاعته اعلى من الميه يبقى الصفه القاعديه للميه اعلى منه، اهو الملحوظه اللي بعدها على طول. طب والميه؟ قال لك ايه؟ الميه بقى is more basic than الاسيتيك. الحته دي مهمه جدا يا جماعه، الحته دي مهمه جدا، خلي بالك دي من الحاجات اللي بتيجي في صح وغلط وايه في الامتحانات. طب ماشي، اللي بالك بقى من الكلام. بعد كده بقى قال لك الامونيا از مور بيزك بيتر بروتون اكسبتور ان اي جليشيال اسيتيك اسيد ذان ات از ان ووتر بيكوز البروتونيتد اسيتيك از ماتش بيتر بروتون دونر ذان الاتش 3 او مجرد. ايه ده بقى؟ بدا هنا يعمل ايه؟ ركز بقى معايا واحده واحده، بدا يقارن اهو. قال لك انا تعالى ناخد الامونيا مره نفعلها وهي في ميه ومره نفعلها وهي دايبه في اسيتيك، يعني مره الامونيا في الاكوس ومره الامونيا في النان اكوس، ونشوف الامونيا هتبقى بيز اقوى فين. ركز، انا كده اديتك مثال على اكوس سولفنت اللي هو الميه، ونان اكوس اللي هو مين؟ اللي هو الاسيتيك. طب تعالى انت قلت لي في حاجات ممكن تبقى ضعيفه في الميه وقويه في النان اكوس والعكس، طب تعالى نشوف. قال لك بص بقى، انا هنا لخصت الكلام في جو ايه الشرح هنا في الرسمه اللي قدام حضرتك. قال لك بص، مره هفاعل الرياكشن بتوين الامونيا والاتش سي ال بس في ميه. طب ماشي، وبعد كده هعمل ايه؟ هعمل رياكشن ما بين الامونيا والاتش سي ال بس في ايه؟ دايبين الاثنين في الاسيتيك، يعني السولفنت هنا اسيتيك. تعالى نشوف التفاعل ما بين الامونيا والاتش سي ال في ميه الاول. اللي بيحصل ايه؟ ان الميه بتروح للاتش سي ال تقول له يا اتش سي ال هات الاتش بتاعتك دي، وتاخدها والميه خدتها اهو اتحولت لهيدرونيوم اللي هو الاتش 3 اوميجا. تمام؟ يرجع بعد كده الاتش 3 اوميجا ده هو اللي يروح يدي الاتش لمين؟ للامونيا. فالامونيا تتحول ل NH ان اتش 4 اوميجا. وترجع الميه طلعت تاني زي ما هي ولكنها عملت حاجه. يبقى مجرد الميه كانت وسيط، راحت اخذت الاتش من حمض الاتش سي ال وراحت ادتها لمين؟ للامونيا. طيب جميل. ركز بقى. تعالى نروح لتحت بقى. الرياكشن بتوين الامونيا اند اتش سي ال بس فين؟ السولفنت هنا اللي هو مين؟ نان اكوس اللي هو الاسيتيك. راح الاسيتيك قال له يا اتش سي ال هات الاتش، قام رايح واخد الايه؟ الحمض الاسيتيك اخد الاتش تمام، وتحول الى سي اتش 3 سي او او اتش 2 موجة. ما هو اخد اتش اهو عشان شو احنا موجة، وده بنسموه بروتونيتد سولفنت او سولفنت بروتونيتد. تمام؟ اي حاجه. يعني ايه بروتونيتد سولفنت؟ يعني سولفنت واخد بروتون. تمام؟ يرجع بعد كده البروتونيتد سولفنت ده اللي هو سي اتش 3 سي او او اتش 2 موجه، بيروح يدي الاتش لمين؟ للامونيا، ويرجع تاني الاسيتيك يطلع اهو كانه ما عملش حاجه، والامونيا اخذت اتش وتحولت الى ان اتش 4 موجه. يعني كده حمض الاسيتيك هنا اللي هو السولفنت اشتغل كوسيط، راح اخذ الاتش منين؟ من الحمض واداها للقاعده. هي دي القصه. ركز بقى. طيب الامونيا هتبقى اقوى فين؟ وهي دايبه في ميه ولا وهي دايبه في الاسيتيك؟ بص كده بقى، اللي يحكم هنا مين؟ ها؟ قال لك بص، البروتونيتد اسيتيك ده هو قدرته او الابيليتي بتاعته على اعطاء الاتش للامونيا اعلى من قدره ال H3 O موجب على اعطاء ال H للامونيا. يعني اللي تحت ده هو يا جماعه الراجل المحترم ده هو بيقدر يدي ال H للامونيا، يقول لها خدي غصب عنك. طب لما يقدر يدي ال H للامونيا جامد قوي كده، يعني بيزود من قدره الامونيا على اكتساب ال H، يعني بيزود من قوه الامونيا. لكن ال H3 O موجب ده هو غلبان، ما بيقدرش يدي ال H للامونيا قد كده، قدرته على الاعطاء ضعيفه، فبناء عليه بتبقى قوه الامونيا ايه؟ قليله. يعني انت عايز تقول ان الامونيا وهي في الميه بتبقى ويك بيز،
لكن الأمونيا وهي دايبة في نان أكوا سولفنت اسمه الأسيتيك بتبقى سترونج بيز. هي دي القصة يا جماعة، هي دي القصة. وصلت؟ يبقى الأمونيا وهي في الماء ويك بيز، طب الأمونيا هي في 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 الأسيتيك، لا سترونج بيز. تمام؟ طيب جميل، وده اللي أنا قلته لك. الأمونيا is more basic، يعني more basic يعني أكثر قاعدية، يعني بيتر بروتون أكسبتور، يعني بروتون أكسبتور كويس. إنجليشيا الأسيتيك زان it is in water. ليه؟ قال لك لأن البروتونيتد أسيتيك اللي هو الراجل المحترم ده هو is much better proton donor than الهيدروجين. المعلومة دي مهمة جدا وحتة امتحانات لازم تكون عليها. ماشي كده يا جماعة؟ طيب حلو جدا. A solvent that is more acidic than water will enhance the strength of weak base. تعالى بقى ركز معايا واحدة واحدة كده. الجزئية دي أنا عايزك تركز فيها جامد يعني. تمام؟ الاتنين ده همت أو المعلومتين ده همت هم اللي بيعرفوك إزاي تختار النون أكواس سولفنت. يعني مين النون أكواس سولفنت اللي أنا هستخدمه؟ ركز معايا واحدة واحدة. النون أكواس سولفنت عندك قال لك له احتمالين، له كم احتمال؟ اتنين. يا إما يبقى مور أسيدك عن المية، يا إما يبقى مور بيزك عن المية. النون أكواس سولفنت لها أمثلة كتير. قال لك النون أكواس سولفنت لها كم احتمال؟ اثنين. يا إما النون أكواس سولفنت اللي معاك يبقى مور أسيدك عن المية، يعني الصفة الحمضية بتاعته أعلى من المية. يا إما يبقى إيه؟ مور بيزك زان المية. طب حلو جدا، ممتاز. لو السولفنت بتاعي مور أسيدك عن المية، يعني السولفنت بتاعي حمض، يعني هيقدر يعمل إيه؟ يقوي الويك بيز بحيث ان هي معكوسه. يعني انا لو عندي ماده بتبقى ويك بيز وهي دايبه في الميه، عشان اخليها قويه او ازود من قوتها، هي الماده ويك بيز وهي في الميه، تمام؟ او القاعده اللي معايا بتبقى ضعيفه لو دوبتها في ميه، عشان اقويها بوديها لنان اكوا سولفنت اسيديك، يبقى العكس. طيب جميل، المثال اللي بعده ركز كده بقى. السولفنت ذات از مور بيزك زان الميه، يعني النان اكوا سولفنت اللي هو مور بيزك عن الميه، يعني قاعدي زي البايريدين ومين والايثر، ده يقدر يقوي مين؟ الاسترينت بتاعت مين؟ ويك اسيد. يعني اديها لك بصفه معكوسه، لو معايا ماده حمض دوبته في الميه لقيته ويك اسيد، عايز اقويه، يعني عايز اخليه قوي، لا روح بقى بدل ما ادوبه في ميه روح دوبه في ايه؟ في سولفنت نان اكوا، نوع ايه؟ بيزك. وصلت يا جماعة؟ يبقى هنا يا اخوانا ركزوا معايا كويس جدا كده تاني، اقولها بصفة بصورة سريعة. النان اكوا سولفنت الحمضية، تمام، بتعمل سترينسنج يعني تقوية للويك بيزس، والنان اكوا سولفنت القاعدية تعمل سترينسنج او تقوية للويك اسيد. طبيعي جدا، ماشي كده يا اخوانا؟ خلي بالكم من الجزئيه دي. طب النان اكوا سولفنت ما تديني تقسيمتهم كده. بصوا يا جماعه، يعني ده هم الكومباريزون ما بين الايش اللي هو الاسيتيك، دول مهمين جدا لازم نقول لهم حاجه. الاربع ملحوظات دول مهمين جدا بالنسبه لي. طيب تايبس اوف سولفنت فور نان اكوا ستانتوشن، ايه انواع السولفنت اللي هي نان اكوا؟ مقسمينها لكام نوع؟ اربع انواع، تحفظهم بالامثله بتاعتهم زي اسمك، دول بيجوا في الامتحان. ماشي؟ طيب تعالى يلا. أول نوع اللي هو اسمه إيه؟ أمفيبروتيك سولفنت. أمفيبروتيك سولفنت يعني سولفنت مترددة. طب ما دام سولفنت مترددة يبقى تتفاعل حمض وتتفاعل قاعدة. يعني تكتسب بروتون أو تدي بروتون، الاثنين ماشي زي الفل. أهو أكسبت أوردو نت بروتون، يعني بيزس أور أسيد، يعني تفاعل قواعد وأحماض، زي المية وزي الألكول وزي الأسيتيك أسيد، كل دول كومباين، يعني يتحد مع بروتوجينيك أند بروتوفيليك بروبتس. هنشوف دلوقتي يعني إيه بروتوجينيك وبروتوفيليك. تعالى بقى. بروتوفيليك سولفنت، كلمة بروتو يعني اختصار لبروتون، فيليك يعني محب، يبقى بروتوفيليك على بعضها معناها محب للبروتون، سولفنت محب للبروتون. يعني ايه محب للبروتون؟ يعني يكتسب بروتون. طب اللي يكتسب بروتون ده يبقى ايه؟ بيز، اكسبت بروتون ايه؟ بيز. يبقى النوع الثاني ده ايه؟
دي سولفنت تشتغل خط قواعد بس. تمام؟ طيب زي مين؟ زي الاسيتون والايثر والبايريدين والانيتشي، كل دول تحفظهم زي اسمك. زي بيهيف از ديفرنشيتنج سولفنت فور ويك اسيد، وهنعرف دلوقتي يعني. بس المهم يعني هنعرف يعني ايه ديفرنشيتنج سولفنت دلوقتي. بس اللي عايز اقوله لك، ما دام السولفنت بتاعتك بيز يبقى استخدمها عشان اعمل تقويه لمين؟ لاسيد اهو، عشان كده شوف قال لك ايه؟ ويك اسيد اهو. خلصانه. طيب بروتوجينيك سولفنت، بروتو يعني اختصار لبروتون، وجينيك يعني جاي من جنريتور يعني مولد او معطي. طيب يبقى البروتوجينيك سولفنت هو سولفنت بيدي ايه؟ بيدي بروتون. طب ما دام بيدي بروتون يبقى ايه؟ اسيديك، زي الاسيتيك اسيد وزي السلفونايل كلورايد. طيب ابروتيك سولفنت يا جماعه، ابروتيك اداه نفي، ما فيش بقى حاجه. ابروتيك سولفنت يعني ما لهاش بقى قصه الاعطاء والاكتساب والكلام الفاضي ده. نايزر اكسبت نور دونيت البرود، لا بتكتسب ولا بتعطي، يبقى ايه؟ انر، زي الكلوروفورم وزي التولوين وزي البنزين. بصوا يا جماعه الاربع انواع دول مهمين بالامثله بتاعتك. خلاص؟ طيب تعالى بقى ناخد كل مثال منهم نتكلم عنه شويه على السريع. البروتوفيليك سولفنت اللي هو السولفنت محب للبروتون، يعني ايه؟ يعني بيز اهو، اكسبت البروتون يعني بيز، زي الاسيتون وزي الايثر وزي البارادين والامونيا. جميل جدا. طب اديني مثال اهو، عندي سولفنت اهو تمام بيزك اهو، قام اتفاعل مع حمض زي الاتش اي، قام اداك مين؟ اس اتش موجب اللي هو اسمه سموه سولفيت بروتون، يعني ايه؟ سولفنت لازق فيه بروتون، زائد الايه سالب اللي هي كونجوجيت، اللي هي كونجوجيت ايه يا جماعه؟ ده كونجوجيت بيز، مش انا كاتبها غلط الكلام ده كله، كونجوجيت ده الكونجوجيت بيز اللي طالع من الاسم. ماشي يا اخوانا؟ طيب جميل جدا. ذا دونيشن اوف اسيد فور بروتون to the solvent. خلي بالكم من حاجه، انا هنا بتكلم على البروتوفيليك سولفنت، سولفنت محب يعني سولفنت بيز اهو. السولفنت ده اهو ايه اللي عمله؟ اللي انا لونه باللون الاخضر اهو، اكتسب اتش من الاتش من حمض الاتش ايه. طب جميل، قال لك هنا اعطاء الحمض للبروتون to the solvent will depend upon the basis to solvent، بيعتمد على ايه؟ قاعديه السولفنت. كل ما كان السولفنت اللي عندك قاعدي اقوى يقوم يعمل ايه؟ ياخد البروتون من الحمض بالعافيه، يعني هيخلي الحمض يدي بروتون. طب كل ما يخلي الحمض يدي بروتون اكتر كل ما قوه الحمض تزداد. طب ماشي، ركز بقى معايا واحده واحده. السولفنت بتاعك ده سولفنت ايه يا فندم؟ قاعدي. طب ما دام هو سولفنت قاعدي، ممكن السولفنت نفسه يكون سترونج بيز او ويك بيز. طيب ركز بقى كده في الحته اللي جايه دي كده اهو، السترونجلي بيزك سولفنت، يعني السولفنت اللي هو سترونجلي بيزك ده بيعمل ايه؟ لو حطيت فيه شويه احماض بيخلي الاحماض دي كلها احماض قويه. انت هتتوهني ليه؟ ما انا قلت لك السولفنت القاعدي بيشتغل على احماض، يعني هدوب فيه احماض، ده طبيعي. طيب لو السولفنت بتاعك سترونجلي بيزك، بص لو حطيت فيه خمس ست احماض بيخليهم كلهم نفس المستوى. يعني نفس، يعني بيخليهم كلهم اقوياء، يعني بيعمل لهم ظاهره اسمها ليفلنج افكت. يعني ايه ليفلنج افكت؟ يعني كلهم نفس الليفل، يعني بيخليهم كلهم اقوياء. يبقى السترونج اللي بيزك سوليفيد زي الايه؟ زي الايثيلين بيامين وزي الليكويد امونيا ويل تند تو ليفل اول اسيد. ليفل اول اسيد تمام؟ يعني ايه ليفل اول؟ يعني خليهم كلهم نفس المستوى، يعني خليهم كلهم اقوياء. So that their strengths become indistinguishable. يعني قوه الاحماض دي ما عادش عارف افرقهم عن بعض لانهم كلهم بقوا اقوياء. Behave as leveling solvent for acid. يعني السترونجلي بيزك سولفنت ده، سترونجلي بيزك سولفنت ده بيعمل ليفلنج ايه؟ افكت للسولفنت للمواد اللي انت شغال عليها، يبقى هو ليفلنج سولفنت فور اسيد. يبقى السترونجلي بيزك سولفنت ده ليفلنج سولفنت فور ذا اسيد، يعني بيخلي الاسيد كلها نفس المستوى. طب الويكلي بيزك سولفنت زي الاسيتون، لا بيهيف از ديفرنشيتنج سولفنت. يعني لو انت عندك سولفنت ويك بيز وحطيت فيه احماض، لا ما بيخليهمش كلهم نفس المستوى، ممكن يبقى فيهم واحد قوي والتاني ضعيف، يبقى انت كده ايه؟ هتعمل ديفرنشيشن، هتعرف تفرق ما بينهم لان فيهم واحد قوي واحد ايه؟ ضعيف. يبقى النون اقوى سولفنت يا جماعه دايما هيقسموها، يا اما سولفنت تلاقيها بتعمل ليفلنج افكت، يا اما سولفنج تلاقيها بتعمل ديفرنشيتنج افكت. السولفنت اللي بتعمل ليفلنج افكت بتخلي الاحماض كلها او بتخلي الضعيف كله قوي فما بتعرفش تفرق. لكن في سولفنت تانية بتعمل ديفرنشيتنج افكت، يعني بتحط لها المواد تخلي حاجه ايه قويه والحاجات تفضل ضعيفه، فكده تعرف تفرق ما بين المركبات وبعضها. طيب الفينول ان ووتر از فيري ويك اسيد بيكوز اتس ايونايزيشن از فيري سمول، يعني الفينول في الميه بيبقى حمض ضعيف.
طيب وايل ان بايردين، لو خدت الفينول بقى الحمض الضعيف ده حطيته في بايردين، البايردين ده بيزك سولفنت او بيزك نون اكواس سولفنت، هيبقى الفينول ايه؟ سترونج اسيد. انت متخيل؟ يبقى الفينول كحمض في الميه ضعيف، حمض ضعيف. طب لو خدت ذوبته في بايردين اللي هو نون اكواس سولفنت او بيزك نون اكواس سولفنت، هيبقى الفينول ده حمض قوي. طيب الكلام ده كده فيه مشكله. الملحوظه دي هي برده من الملحوظات المهمه جدا يا جماعه. ان ووتر ال HCl ده is as strong as HClO4، يعني قوته زي قوه ال HClO4. ال HCl وال HClO4 الاثنين دول في الميه اقوياء. وايل الاسيتيك از ويك اسيد، ولكن الاسيتيك في الميه، الاسيتيك نفسه لو خدته حطيته في الميه بيبقى ضعيف. تمام، ركز. انا هنا جايب لك ثلاث احماض اهم، هحطهم في ميه HCl و HClO4 ومين واسيتيك اسيد. ماشي، دول ثلاث احماض اهم، دي مركبات عاديه. الاسيتيك هنا بيتكلم عليه كانه كحمض، ما مش كسول. لو خدت الثلاثه دول ضربتهم في ميه، الثلاثه دول بيبقى ايه؟ ال HCl قوي، ال HClO4 قوي، لكن الاسيتيك اسيد ضعيف. طب خد الثلاثه دول دوبهم في سولفنت امونيا، يعني خلي الامونيا هي السولفنت وحط الثلاثه دول فيه. الامونيا بتخلي الثلاث احماض دول اقوياء. انت متخيل؟ يعني الاسيتيك اسيد اللي احنا طول عمرنا عارفين ان هو حمض ضعيف بس في الميه، لو خدته دوبته في سولفنت تاني غير الميه زي الامونيا، هيبقى حمض قوي. انت متخيل؟ هي دي الفكره يا جماعه. خلي بالكم من الجزئيه دي، عشان الجزئيه دي مهمه. طيب حلو جدا، يبقى انت لازم، دي برضه من الحاجات المهمه تيجي في الامتحان. طيب البروتوجينيك سولفنت بقى، مين البروتوجينيك سولفنت؟ السولفنت اللي هي ايه يا جماعه؟ ها، سولفنت حمضيه. يبقى تعمل تقويه لمين او تقوي مين؟ هي السولفنت نفسه حامضي، سولفنت نون اكوا سولفنت حامضي. يعمل تقويه لمين؟ يعمل تقويه للويك بيز. ماشي، طب تعالى يلا شوف البروتوجينيك سولفنت دي دونيت البروتون، يعني اسيدي زي الاسيتيك اسيد وزي الفورميك اسيد وزي السلفوريك اسيد. ماشي، يعني السلفوريك اسيد نفسه ده هو انا ممكن استخدمه كسولفنت. ايوه ممكن تستخدمه كسولفنت، ايه المشكله؟ طيب such a solvent exert leveling effect on all bases dissolved in them. الراجل بيقول لك السولفنت، كل السولفنت دي بقى سولفنت البروتوجينيك كلها تعمل ليفلنج افكت لمين؟ لكل القواعد، يعني حط فيه اي قاعده تبقى قاعده قويه. ماشي، دي اهم نقطه هنا تهمني اللي هي الحته ده يا جماعه. يبقى في الامتحان لو جبت سولفنت اسيتيك اسيد ذوبت فيه شويه قواعد ضعيفه، القواعد كلها تبقى قويه. وصلت؟ الحته دي مهمه، يعني بيعمل ليفلنج افكت بيخليهم كلهم نفس المستوى. طيب the opacity of weak base would be enhanced to that of strong base and mixture of weak and strong base cannot be differentiated. ايوه، ما هو خلاص بقى الجماعه اللي انا مديهم لك الثلاث امثله دول الاسيتيك والفورميك والسلفوريك بيعملوا ليفلنج افكت. ما دام بيعملوا ليفلنج افكت يبقى ما بيعملوش ديفرنشيتنج. ما هو اللي بيعمل ليفلنج ما بيعملش ديفرنشيتنج. ليه ليفلنج؟ لانه القواعد اللي بتحطها في السولفنت دي، هات اي قاعده حطها في الثلاثه سولفنت دول هيبقى القاعده قويه. طيب ماشي، وهنا جايب لك مثال اهوت. الاسيتيك اسيد اكت از ان اسيد ان بريزنس اوف بايدين اند از بيز ان بريزنس اوف اتش سي ال او 4. الملحوظه ده ايه؟ عايز اقول لك عليها حاجه مهمه. حمض الاسيتيك ده هو من الحاجات اللي هي انفيبروتيك، يعني حاجات متردده، يعني ممكن يفعل حمض وممكن يفعل قاعده. طب احفظ المعادلات؟ لا ما تحفظهاش ولا اي حاجه. طيب اهو بدا يتكلم عن انفيبروتيك سولفنت بقى، اللي هي سولفنت المتردده، ممكن تفعل حمض وممكن تفعل ايه؟ بيز. ار ليكويدز ذات كومباين ذا بروبرتيز اوف بروتوجينيك اند بروتوفيليك، يعني عندها ايه؟ خواص البروتوفيليك والبروتوجينيك، يعني ممكن تفعل الحمض وممكن تفعل القاعده. اند ذير باي كان بوست جينيريت اند اكسبت بروتون، ممكن تدي بروتون او تكتسب بروتون. مثال عليها زي مين؟ زي الاسيتيك. الاسيتيك من اشهر الامثله اللي هي انفيبروتيك ايه؟ سولفنت. طيب تعالى هنا بقى، دي معايره قدامنا اهي، انا مستخدم فيها مين؟ مستخدم فيها الاسيتيك كمذيب، يعني الستاندرد سوليوشن اللي في السحاح انا مدوبه في اسيتيك، والسامبل اللي تحت برضه مدوبها في اسيتيك. طب ليه الكلام ده؟ عشان الاسيتيك حلاوته ان هو ايه؟ انفيبروتيك. يعني ايه؟ يعني ينفع سولفنت حامضي وسولفنت قاعدي في نفس الوقت، يعني يعمل تقويه الحمض ويعمل تقويه القاعده. طيب تعالى كده، البيركلوريك اسيد اللي هو الاتش سي ال او 4 ده مدوبه فين؟ في سي اتش 3 سي او اتش. ونفس القصه الانيلين ده السامبل اللي انا عايز اعينها مدوبه فين؟ في سي اتش 3 سي او اتش. طيب ايه فايده الاسيتيك فوق والاسيتيك تحت؟ الاسيتيك ده سولفنت هيخلي ال HClO4 قوي، وفي نفس الوقت هيخلي الانيلين اللي تحت قوي.
ليه؟ لانه ده امفيبروتين يقدر يقوي الحمض ويقدر يقوي القاعده. طب ماشي، تعال نشوف كده ايه اللي هيحصل للتايترانت لما تدوه في اسيتيك. بص ادي التايترانت اهو، لما دوته في اسيتيك قام الاسيتيك قال له ايه؟ هات يا عم، هات يا عم الاتش بتاعتك دي، وقام واخدها منه وتحول الى بروتونيتد اسيتيك. ماشي، طيب ده اللي حصل. نزل الاسيتيك بقى، انا الانيلين الاخر انا مدوبه فين؟ في اسيتيك. طيب راح الانيلين عمل ايه؟ ها هو حمض راح الانيلين ده بيز والاسيتيك قاعده، الاسيتيك هنا هيتفاعل قاعده، خلي بالك. قام رايح عامل ايه؟ قام مدي اتش للانيلين فحوله الى ار ان اتش 3 موجب. ماشي، يبقى اهو طلع لك اللي هي البروتونيت الاسيتيك هنا، وطلع لك هنا مين؟ انيلين واخد اتش. طب جميل. هنا تعالى بقى، شايف الاثنين ده هم ده كده اللي فين؟ ده اللي بقى في السحاح، وده اللي بقى فين؟ في الفلاسك. ماشي يا جماعه؟ طيب حلو. وطلع لك هنا مين؟ حمض اسيتيك. اسف، طلع لك هنا ايون الاسيتيل. طب انت عايز تقول لي ايه هنا؟ ركزوا معايا يا جماعه، معلش انا اسف تاني. تاني من الاول. يبقى هنا طلع لي طلع لي بروتونيت ايه؟ اسيتيك. شايفين البروتونيت الاسيتيك اللي طالع ده؟ ده قوته كحمض اقوى من ال HCl O4. يبقى لما دوبت ال HCl O4 في حمض الاسيتيك، ها طلع لي حمض بقى حمض قوي. طيب جميل. ولما اخدت القاعده بتاعتي اللي هي كانت قاعده ضعيفه، ده دي كانت قاعده ضعيفه، حطيتها في حمض الاسيتيك، قام طلع لي ار ان اتش 3 موجب واسيتيت ايون. شايف الاسيتيت ايون ده قاعده اقوى من الانيلين. يبقى الاسيتيك طلع لك ايه؟ حمض اقوى من الاتش 3 O4 وقاعده اقوى من الانيلين، وبناء عليه الحمض القوي ده اهو اللي هينزل من السحاحه هينزل يلاقي الفلاسكه تحت فيها مين؟ فيها الاسيتيل. طب ما ده حمض قوي ودي قاعده قويه، هما اللي فعليا على ارض الواقع هيتفاعلوا مع بعض اهو. ده البروتونيت الاسيتيك اللي جاي من فوق، وده كده الاسيتيت اللي بقى موجود ايه تحت، هيتفاعلوا مع بعض، ده يدي اتش وده ياخد اتش، والاثنين يتحولوا الى حمض الاسيتيك مره ثانيه. طيب ايه اللي انا استفدته؟ اللي استفدته بعد ما كان ال HCl O4 ده ضعيف، لما دوبته في الاسيتيك طلع لي حاجه قويه اهو، ده المندوب اللي هيتفاعل مكان ال HCl O4، وده كده المندوب اللي هيتفاعل مكان مين؟ مكان الانيلين. المهم في النهايه لما ال HCl O4 دوبته في اسيتيك، ها بقى فيه حمض قوي، ولما اخدت الانيلين دوبته في اسيتيك بقى فيه قاعده قويه. طب هحفظ المعادلات؟ لا ما تحفظهوش، ولكن كل اللي عايزك تعرفه ان الاسيتيك ده امفوتيريك، ها عمل تقويه للقاعده اللي تحت وعمل تقويه للحمض اللي فوق وشكرا. ماشي، طيب ايه المعادله دي؟ المعادله دي اللي هي النت رياكشن اهو، هتطير الحاجات المتشابهه مع بعضها وتجمع الايه الباقي. ماشي يا جماعه، ما علينا، المعادلات كده كده مش ايه مش حفظ. طيب نتكلم هنا تاني عن الليفلنج افكت اوف ذا سولفنت. خلاص عرفت بقى يعني ايه الليفلنج افكت. الليفلنج افكت ability of solvent to increase the strength of weak acid، قدره السولفنت ان هو يزود قوه الويك اسيد، يعني يخلي الويك اسيد قوي. تو ريتش ذات اوف سترونج اسيد، لحد ما تبقى سترونج اسيد، او قدره السولفنت ان هي تزود الاسترنس بتاعت الويك بيز تو ريتش ذات اوف سترونج بيز، يخلي الويك بيز سترونج بيز. يبقى دول تعريفين يا جماعه لازم تكون حافظهم للليفلنج، التعريفات دي مهمه بالنسبه لي. طيب بعد كده الملحوظتين ده هم ملحوظتين يجوا في الامتحان. البيزك سولفنت هاف ليفلنج اوف اون ويك اسيد، يعني السولفنت اللي هي البيز تقوي الويك اسيد. طب والسولفنت الاسيديك، الاسيديك سولفنت هاف ليفلنج افكت اون ويك بيز، قلنا الكلام بس الملحوظتين دول مهمين جدا. طب يلا ناخد كده امثله على سبيل المثال. طيب تعالى بقى نقارن هنا ما بين الميه والنان اكوس. عندك مثلا اتش سي ال او 4 والاتش سي ال والنيتريك، الثلاثه دول بنسموهم مينرال اسيد يعني احماض معدنيه. ار هاف ار اول ليفل تو ذا سيم سترينث ان ووتر، يعني الثلاثه ده هم لو حطيتهم في ميه بيبقوا الثلاثه اقوياء. يبقى بناء عليه ما دام الثلاثه دول اقوياء في الميه يبقى الميه عملت لهم ليفلنج افكت. هي الميه بتعمل ليفلنج افكت؟ ايوه يا جماعه، ايه المشكله؟ حطيت ثلاث احماض في الميه لقيتهم الثلاثه اقوياء، يعني الثلاثه نفس المستوى، يبقى الميه عملت ليفلنج افكت للثلاثه دول، يعني الثلاثه دول اقوياء في الميه. اهو
بص ادي ال HCl O4 في الميه اهو، السهم بتاعه رايح بس، وهنا ال HCl السهم بتاعه رايح بس، فدام السهم رايح بس يبقى دول كده احماض قوي، ده معنى الكلام. طب احفظ المعادلات يا عم ما تحفظهاش ولا حاجه، وبعدين حفظ المعادلات ما فيهوش حاجه يعني، ده ال HCl O4 ادى H للميه وال HCl ادى H للميه وخلاص، مش قصه يعني. طيب تاني حاجه، الليكويد امونيا والايثيلين دايامين دول سترونجر بيز ذان الميه، يعني الصفه القاعديه بتاعتهم اقوى من الميه، يعني هم قواعد، ده معنى الكلام. طب ما دام السولفنت دول الاثنين دول قواعد، يبقى يعملوا ليفلنج افكت لمين؟ للمينرال اسيد والكربوكسيليك اسيد. كربوكسيليك اسيد زي مين؟ زي البنزويد اسيد، وزي السلسليك اسيد، دول حاجات فيها ايه؟ مجموعه كربوكسيل يعني. المقصود بالكربوكسيليك اسيد هي احماض فيها مجموعه كربوكسيل، وهي عباره عن احماض عضويه. طيب اللي بعد كده الجليشيال اسيتيك اسيد هاز ليفلنج افكت اون ويك بيز such as amine they are strong base in acetic. يعني الراجل بيقول لك ليه الامينز بتبقى قواعد ضعيفه، بس لو دوبتها في الاسيتيك هتبقى قويه، زي المثال بتاع الانيلين اللي انا مديه لك من شويه. ماشي. طيب الامينز ار كومبليتلي ايونايزد ان اسيتيك. الامينات بتتعين تاين كامل في الاسيتيك، يعني بتبقى قواعد قويه في الاسيتيك. ده اللي انا عايز اقوله لك، دي الحته اللي تهمني جدا، الحاجات اللي تيجي صح ولا اختيار. ماشي. الباقي ده ما يهمنيش ولا معادله تهمني، ولكن اهو تعالى عندك ده امين اهو، لما دوبته في الاسيتيك ها طلع منه اسيتيت اهو. الاسيتيت ده سترونج بيز، ودي اللي هتتفاعل مكان الانيلين. انت متخيل؟ حمض الاسيتيك او الاسيتيك ده هو لقى الانيلين ضعيف، قال له يا انيلين تعالى معايا يا حبيبي وانا هتفاعل معاك واطلع مكانك قاعده قويه تتفاعل مكانك. ماشي. ده معنى الكلام، ولكن مش حافظ ولا حاجه. طيب الديفرنشيتنج افكت، الديفرنشيتنج افكت ده بيجي من سولفنت بدوب فيه مثلا قواعد، بس بيخلي لي قواعد فيها شويه ضعاف وشويه اقوياء، او حاجه ضعيفه وحاجه قويه. ما دام في حاجه ضعيفه وحاجه قويه يعني في تفرقه ما بينهم، يعني في فرق ما بينهم، عشان كده بنسموه ديفرنشيتنج افكت. When solvent can differentiate between the strengths of acid or base, this is called differentiating effect. يعني لما يبدا يقدر السولفنت يفرق ما بين قوه الاحماض او قوه القواعد يبقى ده اسمه differentiating effect. يعني ايه يفرق ما بين قوه الاحماض؟ يعني يخلي حاجه قويه وحاجه ضعيفه. ماشي. طيب ونفس القصه، ايه يفرق ما بين قوه القواعد؟ يعني يخلي قاعده ضعيفه وقاعده قويه. طيب امثله، ال HCl O4 وال HCl وال HNO3 الثلاثه دول dissolved in glacial acetic acid. It's only HCl O4 that can behave as a strong acid. انت متخيل؟ هات ال HCl O4 وهات ال HCl وهات النيتريك، الثلاثه دول افتكر في الميه كانوا اقوياء. طب الثلاثه دول لو خدتهم دوبتهم في نار اقوى سولفنت زي الجليشيال اسيتيك، ايه اللي هيحصل؟ هيبقى ال HCl O4 بس هو اللي قوي، وال HCl ضعيف وال HNO3 ضعيف. ياه، خلي بالك من الجزئيه دي مهمه جدا. يعني انت عايز تقول لي ان ال HCl في الميه قوي وفي الاسيتيك ضعيف؟ ايوه. ال HNO3 في الميه قوي وفي الاسيتيك ضعيف؟ ايوه. طب ال HCl O4 لا، قوي في الميه وقوي في الاسيتيك. يبقى الثلاثه دول كده لما ادوبهم في الاسيتيك ها هيبقى فيهم حاجات قويه وحاجات ضعيفه، يبقى كده في ديفرنشيشن، يبقى هنا ده ديفرنشيتنج افكت. يبقى خلي بالك ال HCl O4 وال HCl والنيتريك في الميه يبقوا نفس المستوى، يبقى ليفلنج افكت. طب الثلاثه دول في الاسيتيك لا، هيبقى في حاجه قويه وحاجات ضعيفه، يبقى ايه؟ ديفرنشيتنج افكت. مهم جدا دي من نقط الامتحانات. الثلاثه دول في الميه وفي الاسيتيك، يعني في اكواس ميديوم وفي نون اكواس ميديوم، ظروفهم ايه؟ هل ليفلنج افكت فين؟ ديفرنشيتنج افكت فين؟ مهم بيجي في الامتحان. تحت بيقول لك اف ذا سيم اسيدز ار كومبيرد انجلش. تعالى اهو بيقول لك، تعالى شوف ايه اللي يحصل. ال اتش سي ال 4 لما دوبته في الاسيتيك ها اتعين تعيون كامل اهو، السهم رايح بس. طب شوف ال اتش سي ال لما دوبته في الاسيتيك كده ها ايه اللي حصل؟ السهم رايح جاي. يبقى هنا ال اتش سي ال حمض ايه؟ ضعيف، يعني التعيون بتاعه ويكلي ايونايز، لكن ال اتش سي ال 4 كومبليتلي ايونايز. المعادلات مش حفظ، ولكن المعادلات سهله، هي المعادلات مجرد بروتون دونر وبروتون اسيت وخلاص. ماشي. طيب جميل. اللي بعده تشويز اوف ذا سولفنت فور اسيد بيس تايتريشن، اختيار السولفنت للاسيد بيس، ازاي اختار نون اقوى سولفنت؟ قال لك ذا اسيدك اور بيزك بروبرتيز اوف سولفنت بناء على الصفه الحمضيه او القاعديه بتاعه السولفنت. يعني يعني من الاخر كده النون اقوى سولفنت الحامضي يعمل تقويه للويك بيز. طيب والنون اقوى سولفنت القاعدي يعمل تقويه للويك اسيد، بس كده. يعني من الاخر الويك بيز بدوبها في نون اقوى سولفنت اسيدك. ماشي. بتبقى العكس يا جماعه عشان بس يكون امر واضح، وده الكلام اللي كاتبه لك اهو. يبقى المواد الحمضيه ادوبها في سولفنت ايه؟ قاعدي، والمواد القاعديه ادوبها في سولفنت حامضي. سولفنت اسفورميك اسيد اند جليشيال اسيتيك ار بروتون دونر،
than being proton acceptor. They have leveling effect on bases. ماشي يا سيدي. يعني بيقول لك السولفنت الحمضيه اهو او لانهم بروتون دونر اهو فيشتغلوا كليفلنج افكت اون بيز. سولفنت زي السيلين بايمين وزي الان بيوتايل امين وزي الامونيا ار مور بروتون اكسبتور، يعني قواعد زي ار بيزك ان نيتشر زي هاف ليفلنج افكت اون ويك اسيد. طبيعي ما دام السولفنت قاعديه بتعمل ليفلنج افكت ويك اسيد، ده معنى الكلام اللي هنا. طيب اللي بعد كده في عندي حاجه اسمها اوتو بروتوليسيس اونستا اللي هو رمزه كي اس. يعني ايه اوتو بروتوليسيس؟ اللي هو التأين الذاتي، ان المذيب او السولفنت جزيئاته تأين بعضها، او اللي هم بيسموها سيلف ديسوسيشن كونستانت. عندك مثلا اسيتيك اسيد ممكن يتفاعل مع اسيتيك، الاسيتيك يتفاعل مع اسيتيك، تمام، واحد بروتون دونر والثاني بروتون اكسبتور، ده يدي بروتون وده يكتسب بروتون، وزي الميثانول ده بروتون دونر مثلا ده بروتون اكسبتور وهكذا وانت ماشي. الكي اس ده ثابت بيعبر عن مدى حدوث الاوتو بروتوليسيس. طب عشان احسب الاوتو بروتوليسيس اضرب تركيز الايونات في بعضها. يعني مثلا اهو المثال الاخير ده كده، بص ركز معايا مثال اخير اهو عشان اجيب الكي اس. ضربت مين؟ CH3CO H2 موجب في تركيز CH3O ثاني اهو. المهم يعني الكي اس ده هو ثابت يعبر عن الاوتو بروتوليسيس كونستانت، عن مدى حدوث التأين الذاتي ما بين جزيئات السولفنت وبعضها. طب انت عايز ايه؟ قال لك السولفنت فلو كي اس اوتو بروتوليسيس فاليو بينج بريفير. انا بفضل النون اكوا سولفنت اللي عنده كي اس قليل، ده اللي انا عايزك تعرفه. طيب الرقم 3 داي الكتريك كونستانت رمزها دي كابيتال. الدايلكتريك كونستانت يا جماعه بتعبر عن مدى قدره السولفنت ان هو يفصل ايونات الحمض عن بعضها او يفصل ايونات القاعده عن بعضها. ايوه عندك مثلا اتش سي ال، الاتش سي ال ده لما بيتفكك بيتفكك الاتش موجب وسي ال. الدايلكتريك كونستانت بيعبر عن قدره السولفنت ان هو يفصل الايونات دي عن بعضها. يعني يفصل ايونات يعني يعمل تفكك للماده اللي انا هدوبها فيه، يعمل تفكك للماده اللي انا هدوبها فيه، او سيبريشن باور يعني قدرته على الفصل اوف سولفنت. It's the ability of separate ions associated point to opposite ion. يعني قدرته ان هو يفصل الايونات اللي هي شحنتها متعاكسه in solvent with higher D such as water or minimum work is ده تعريف تاني اهو minimum work to is required to separate الموجة منسب. يعني عايز يقول لك السولفنت اللي عنده ضيق الكتروك كونستانت عالي بيبذل شغله قليل جدا في ان هو يفصل الشحنه الموجبه عن الشحنه السالبه، يعني يفصل الايون الموجب عن الايون الايه السالب. كل اللي عايزك تعرفه هنا هو تعريف الضي الكتروك كونستانت اللي هو السيبريشن باور اللازم لفصل الايونات بتاعه حمض او بتاعه قاعده عن بعضها. ماشي؟ بس كده اللي عايزك تعرفه. طب انهي سولفنت اللي انت بتفضله؟ عايز سولفنت عنده هاير دي، كل ما الدي كانت عاليه كل ما كان افضل. طيب الاند بوينت ديتكشن ان نون اكوس. ها؟ قال لك فيجوال انديكيتورز. ممكن ازاي اعمل ديتكشن الاند بوينت في نون اكوس؟ فيجوال انديكيتور زي الكريستال فايولت زي السايمول بلو. يبقى خلي بالك السايمول بلو والكريستال فايولت ده هم من الادله اللي انا بستخدمها في النون اكوس تايتريش، مهمه جدا. طيب وممكن اعمل ديتكشن اند بوينت في النون اكوس باستخدام بوتنشيومتر تايتريشن باي اباريتس كولد بوتنشيومتر او جهاز اسمه بي اتش ميتر. طيب ابلكيشن النون اكوس، تعالى بقى الابلكيشن بتاعت النون اكوس سهل جدا. ممكن استخدمه للديتربينيشن بيزس، يعني استخدمه عشان اعمل اناليسيس او تحليل لقواعد زي الامين وزي الكافيين وزي ثيموفيلين. ماشي؟ الثيموفيلين اسف. طيب كل اللي عايزك تعرفه هنا السولفنت مين هنا؟ جليشيال اسيتيك اسيد. طب التيتران HClO4 برضه ضيف الاسيتيك اسيد، او اللي احنا بنسموه اسيتاسبيركلوريك. يبقى اسيتاسبيركلوريك ده معناه HClO4 ضيف اسيتيك. طب بضوي ال HClO4 في اسيتيك ليه؟ عشان يبقى ال HClO4 قوي. الانديكيتور هنا كريستال فاير، وعند الاند بوينت بيتحول لونه لايه؟ لجري. تمام؟ التيتريشن اهو عندك مثال هنا مثلا جاب لك مين ديترمينيشن، مثال على ايه؟ على الامينات زي الانيلين اهو. بص السامبل بتاعت الايه؟ الانيلين لما دوبها في الاسيتيك اهو اتفعلت وطلع منها الاسيتيك، الاسيتيك ده سترونج بيز، يبقى بدل ما كان عندي ويك بيز لا عندي سترونج بيز اهو. تمام؟ طب التايترنت اللي هو اتش سي ال او 4 لما دوبته في اسيتيك نفس القصه اهو، طلع لي سي ال او 4 سالب وسي اتش 3 سي او او اتش 2 موجب. ده اهو الاخير ده اهو حمض قوي. يبقى بدل ما كان عندي هنا مثلا حمض ضعيف لا لما دوبته في الاسيتيك طلع حمض قوي. طيب الاسيتات اللي جت ده هي اللي هتروح بعد كده تتفاعل مع البروتونات الاسيتيك ده اهو. تمام؟ ده التفاعل اللي هو فعليا بيحدث على ارض الواقع، وده كده الاوفر اول رياكشن اللي هو ما بين الانيلين والاتش سي ال. بس التفاعل اللي فعليا بيحدث ده اهو التفاعل ده. ماشي؟ نفس القصه تايتريشن اوف ويكلي اسيتيك سبستانس زي الفينول زي البنزوك وزي السلفونامايد. السولفنت هنا مين؟ ان بيوتايل امين، التيتران ليثيوم ميثوكسايد، ان ميثانول يعني ليثيوم ميثوكسايد ميثانول، الانديكيتور سايمول بلو. طيب نفس القصه اهو، بص كده
لما خدت مين هنا؟ اخدت C6H5COOH اللي هو البنزول ده ماشي، وفعلته مع مين؟ مع الانيلين اهو، اداك RNH3 موجب زي 6H5CO سالب التيتراند تايتريشن. يعني المعادلات مش مهمه قوي يا جماعه، ما تشغلوش بالكم بيها، اهم حاجه تبقى عارف السولفنت مين والتيتراند مين والانديكيتور مين. اخر حاجه معانا تايتريشن اوف سولت اللي هي الهالوجين اسيد زي الانيلين هيدروكلورايد تمام، وزي الافيدرين هيدروكلورايد. المركبين دول بالنسبه لي اسمهم سولت اوف هالوجين اسيد. طيب الانيلين HCl اللي هو الانيلين هيدروكلورايد يعني is too weakly based، قاعده ضعيفه جدا، to react quantitatively with acetous HCl، ضعيف ان هو يتفاعل على طول كده مع HCl. طب ايه اللي يحصل؟ قال لك هضيف هنا mercuric acetate تمام، replaces the halide ion by an equivalent amount of acetate ion which is strong base. يعني مش مهم قوي يعني، عشان تبقى انتوا الامور مش تلخبطوش فيها يعني. ولكن نشرحها اهو، ادي 2 ARNH2HCl ده الانيلين هيدروكلورايد، في الاول خلاص لما تبدا تجيبه بيبدا يتفكك ويطلع منه ايه 2 ARNH3 موجب زي 2 CL ماشي. طيب وطبعا انا بحط ميركريك اسيت، يجي الميركريك اسيت ده اهو يتفاعل مع الكلور اللي طلع من هنا. طيب يقوم يتفاعل مع الكلور يديك HGCl2 ويديك 2 اسيتات اهو، 2 CH3COO. يرجع بعد كده ال HCl4 بيدوب الاسيتك عشان يطلع منه بروتونيتد اسيت، دي عارفينها خلاص ماشي. يجي بعد كده الاسيت اللي طلع من هنا ده هو اللي يتفاعل مع البروتونيتد اسيتك، ده في التفاعل الفعلي بيحصل على ارض الواقع، وده التفاعل اللي هو النيت ايه النيت ريأكشن ماشي يا جماعه. بس يبقى كل اللي عايزك تعرفه ان التفاعل ده بيتم في وسط النيت من الاسيتك كاسولفت، اسيتك اسيد كايه كاسولفت. بس خلي بالك لازم تضيف ميركريك اسيت ورمزه احيانا بنرمزه برمز HGAC خلاص. بس مش عايزك تعرف اكتر من كده، يبقى كده انا خلصت الجزئيه دي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.